للدرك الوطني. وفي الأخير لترقية وتطوير الرياضة في صفوف الأمن الوطني، نظمت اليوم المصلحة الجهوية للصحة نشاط اجتماع الأنشطة الرياضية لناحية الوسط بالتنسيق مع مصالح أمنية الدلفاء البطولة الجهوية للكاراتيدو ما بين مصالح الشرطة لناحية الوسط للموسم الرياضي 2022-2023. هذه البطولة هي بطولة جهوية مؤهلة للبطولة الوطنية، عرفت مشاركة 90 رياضي ورياضية يمثلون 11 ولاية التابعة لناحية الوسط، بالإضافة إلى مشاركة الفريق الجهوي للدرك الوطني. هذه المشاركة جاءت في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني الرامية إلى تعزيز قدرات